تركيا أرسلت ملابس تقي جنود الجيش الإسرائيلي من البرد أثناء حربه في غزة، وحكومة أردوغان لن تتمكن من النفي هذه المرة، فماذا في التفاصيل؟ مصدر مطلع زود المشهد بوثائق تؤكد صحة الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر احتفال جنود إسرائيليين بوصول شحنة من الملابس الداخلية الصوفية تركية الصنع، والذي أثار موجة غضب واسعة بين الأتراك. تركيا موجة الغضب دفعت دائرة مكافحة الأخبار المضللة التابعة للمكتب الأعلامي للرئاسة التركية إلى نفيه بدعوى أن الصور ليست حديثة وتم تداولها بهدف التلاعب والتزييف. الدائرة استندت في نفيها على أن المنتجات في الفيديو تضمنت عبارة Made in Turkey، فيما أنه بموجب القرار الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2021 أصبح إلزامياً كتابة العبارة بصيغة مختلفة على البضائع المصدرة من تركيا بعد تاريخ 1 مارس 2022. خبير في الشأن التركي أكد للمشهد أن الوثيقة التي عرضتها الرئاسة لإثبات صحة ادعائها هي إصدار أولي تم تعديله بقرار من المديرية الإقليمية لسلامة وفحص المنتجات، ينص على إمكانية الاستمرار في استخدام الصيغة القديمة حتى صدور تعليمات جديدة. وبالتمعن في الصورة الظاهرة في الفيديو في 12:00 يمكن بوضوح قراءة عبارة ستايل عام 2023، ما يعني أن الفيديو ليس قديماً كما ادعت دائرة مكافحة التضليل. ومن خلال رصد اسم الشركة الناقلة للملابس التي ظهرت شارتها في المقطع المتداول وهي شركة زيم عملاق الشحن البحري الإسرائيلي، تبين أن الشركة قامت بزيارة الموانئ التركية 48 مرة منذ بدء حرب غزة، إضافة إلى سفينة تابعة لها تقوم بتحميل الحديد الصلب حالياً في ميناء إجداش التابع لشركة موسياد. إذن بينما تصاعد السلطات التركية من خطابها ضد تل أبيب وسط دعوات من قبل المسؤولين لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والداعمة لها، تثبت الحقائق والوثائق أن التعامل التجاري لا يزال نشطاً بين البلدين.